انا في اللعب ما اعرفش نفسي. صور يا ابني وانا بص وانا بعدي الحبل بسرعه البرق كده. يلا شوف شفت عدل. هكسب اهو هكسب اهو هكسب. ارجع تاني ارجع تاني لف ارجع تاني لف ارجع تاني. جات الحزينه تفرح ما القتلهاش ما تروح. الراجل يعني اتزنق في النص، ولا اللي تحت سمعوه ولا اللي فوق شافوه. حلها انت بقى. ده بقى واحد ايه بيلعب ايه نط الحبل اللي هو ايه لعبه زمان بقى الحجره والمقص، وبقى بيشوف الايد فين ورجلي فين. هتتلخبط هتتلخبط ما فيهاش كلام. ده بقى بينط الحبل ايه على ايه على صابون بقى وهو يتزحلق. وطبعا ده من الصعب جدا ان هو يعمل كده، مستحيل. انت بتعمل ايه يا عم الحاج؟ الله يسترك الله يسترك. سندو سندو الراجل ده مش هيعرف يعمل حاجه. شوفوني انا بقى وانا بالعجله هعدي الجسر الصغنن جوي 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 ده. شوفوا ازاي هوبه هوب النبي. يلا يا ولد ايوه هوبه. عدى اول حاجه عدى اول حاجه وه كسب كسب. شوف بقى ده بقى ده بيستنصح بقى، عايز المفروض يوقف الازازه على ايه على قعرها. بس هو ايه شوف استنصح بقى يوقفها منين الراجل. قال له لا يا حبيبي انت عايز تكسب كده بسهوله؟ لا ده من عند ايه من عند بوز الازازه لازم توقفها. طبعا يبقى من الصعب جدا ان انت ايه تتحكم فيها. لا 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 ايه ده ايه الحركات والبركات دي يا جدعان بجد؟ شكلك فاهم يا نصه. لايك like.